دون نسيان الدور الفعال الذي تلعبه الأسرة الإعلامية كحلقة وصل بين المجتمع والجهات الإدارية لتنوير الرأي العام. الذين تعاقبوا وكان لهم شرف إدارة سكون هذه الولاية التي يصبو سكانها إلى التحسين الدائم لظروفهم المعيشية في كنف مشاريع المستقبل الدولة في ميزانية الدولة تعالوا باش نذلوا العقبات التعاقبية في عقبات موضوعية في بعض الأحيان أشرك فيها نحاول نشرها على الأقل رسالة أن مشاريع يخرج الدولة للمواطن والمواطن كي عندما يكون في تكافل اجتماعي وصحي لازم أن نتنازل على حق الجوية باش المجتمع والمجموعة تستفاد بالقصد الأكبر من الأموال الفخة الأولى في هذه الميزانية. Nous avons un passé extraordinaire avec plus de haut que de bas, j'en veux dire. Comme j'ai déjà dit la dernière fois, j'ai dit à tout le monde. Et ceux qui ne savent pas encore une fois, j'ai forcément pas qu'à dire 214. Donc ici à mes roches. À un moment, très peu de centres existaient à l'échelle nationale. Moi, pour l'instant, pour toute la ville, la grande cabine de l'époque. C'est la grande cabine au sens propre, effectivement. Et jamais j'ai pensé dans ma vie. عندي فرصة باش ترجع ويلي للسوق على المساوي الذي يوصي ينفعك. على فوق سيدي ما فيه ست